خلينا نشوف هذا التقرير عن بانوراما الجولة السادسة لدوري روشن السعودي. الشباب يحقق الفوز في أول ست مباريات بدور المحترفين لأول مرة في تاريخه، ولم يستقبل سوى هدف وحيد كأفضل سجل دفاعي طوال تاريخه بدور محترفين. أبات رابع فريق يحقق الفوز في أول ست جولات بعد كل من الاتحاد والنصر والهلال. أصبح الاتحاد أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه لأطول مدة منذ بداية الموسم في دور المحترفين بواقع 512 دقيقة، متخطيا الاتفاق الذي حافظ على نظافة شباكه ل 452 دقيقة في موسم 2012. لم يخسر التعاون في آخر 10 مباريات بدور محترفين، فاز في 6 وتعادل في 4، وهي أطول سلسلة له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة. وللمرة الأولى أنهى التعاون أول 6 جولات من المسابقة دون تعرضه للخسارة، وهي أعلى حصيلة له من النقاط في أول 6 جولات بواقع 14 نقطة مقارنة ب3 نقاط في الموسم الماضي. لم يخسر الطائي في آخر 9 مباريات على أرضه بالمسابقة، فاز في 5 وتعادل في 3، وآخر مرة خاض فيها سلسلة أطول من هذا النوع كان ما قبل عصر الاحتراف لتجنبه الخسارة في 10 مباريات بيتية متتالية في عام 1990. بات موسونا صاحب أول هاتريك في النسخة الحالية، هو أول لاعب في تاريخ فريق يسجل هاتريك بدور محترفين والأول للطائي في الدوري منذ فبراير 2006، كما أن موسونا أكثر من سجل للطائي في المسابقة بواقع 9 أهداف من مجموع 40 هدف سجلها الطائي، ولكن 7 من أهدافه كانت على أرض فريقه. بعد هدف أيمن يحيى في مرمى أبها بات النصر أكثر فرق دوري محترفين هذا الموسم تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء بواقع 4 أهداف. انتهى لقاء الاتفاق وضيف الهلال بالتعادل السلبي، ولم يسبق للاتفاق أن حافظ على نظافة شباكه في أي من مواجهاته أمام الهلال بدوري المحترفين، وآخر مرة حافظ عليها كانت في أغسطس 2003 عندما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. نجح العدالة في إحراز أول فوز له بالنسخة الحالية، وأنهى بذلك سلسلة عدم فوزه في دوري المحترفين والتي استمرت لإحدى 10 مباراة بفوزه في الجولة الماضية على الفيحاء، كما شهدت ذات الجولة تحقيق الباطن لأول نقطة بعد تعادله مع ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدفين. بهدفه الوحيد في مرمى الرائد أصبح الشباب خامس فريق يصل ل600 هدف في دوري المحترفين بعد كل من الهلال والأهلي والنصر والاتحاد. بهدفه في مرمى الفتح أصبح رومارينهو أفضل هداف للاتحاد في تاريخ دوري المحترفين بتسجيل 59 هدف، ليفض الشراكة مع فهد المولد الذي سجل 58 هدف.